فيكم أصدقائي بحلقة جديدة رح نعرف فيها ريمبو شو مخبيلنا ورح زكيكم بمفاجأة ريمبو لهذا الأسبوع. الرابح معنا ونجم الأسبوع رح يربح هاتف هواوي مقدم من تلفزيون الفجيرة نوفا 3i. فكروا كتير منيح وكتفوا اتصالاتكم وتذكروا أنه كل ما شاركتونا أكثر كل ما زادت فرصتكم لتدخلوا معنا السحب نهار الخميس بعد بكرة وتكونوا نجوم الأسبوع. من بين الرابحين رح نشوف ريمبو شو مخبي ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو أصدقائي وقف عند اللون الأصفر وهاللون بيقول هو نبات يشبه شكل الرمح يزرع وينمو في التربة الرملية يصل طوله إلى ما يقارب 25 سنتيمتر خلال فترة 24 ساعة وله عدة أنواع منها الأخضر والأبيض والأرجواني. يعتبر الأخضر الأكثر انتشاراً والأبيض هو الأصعب في الحصاد بينما الأرجواني هو الأصغر حجماً ولكن طعمه أفضل من البقية. ما اسم النبات الذي يشبه الرمح في شكله؟ رح كرر عليكم أصدقائي اللون الأصفر بيقول هو نبات يشبه الرمح في شكله يزرع وينمو في التربة الرملية يصل طوله إلى ما يقارب 25 سنتيمتر خلال فترة 24 ساعة وله عدة أنواع منها الأخضر والأبيض والأرجواني. ويعتبر الأخضر أكثر انتشاراً والأبيض هو الأصعب في الحصاد بينما الأرجواني هو الأصغر حجماً ولكن طعمه أفضل من البقية. ما اسم النبات الذي يشبه الرمح في شكله؟ مين أول الأصدقاء المشاركين معنا لليوم؟ فكروا كتير منيح يا أصدقائي وكثفوا اتصالاتكم ليكون عندكم فرصة أكبر تقدر تدخلوا معنا السحب وتكونوا نجوم الأسبوع. رح ناخذ أول اتصال ونقول ألو. مرحبا، مين معي؟ مرحبا سيد صدف. أهلا وسهلا صدف، كيفك اليوم؟ الحمد لله تمام، تخبرك؟ أنا تمام الحمد لله. خبريني الصديق، تعرفتي الجواب؟ نبات الهيليوم. شكرا لك يا صدف. أصدقائي صدف كانت أول مشاركين معنا وقالت إنه الجواب اسمه نبات الهيليون. يا ترى صح أو خطأ جواب صدف؟ أكيد رح نعرف بنهاية الوقت. فكروا كتير منيح إذا ما كنتم متأكدين من هاي المعلومة، بتقدروا تسألوا الموجودين معكم، تقدروا كمان تسألوا جوجل شو اسم النبات الذي يشبه الرمح في شكله. أكيد جوجل رح يجاوبكم الجواب الصحيح، رح يعطيكم كمان صور عن هذا النبات تقدر تتعرفوا عليه أكثر، وخصوصا أنه له ثلاث ألوان الأخضر والأبيض والأرجواني. تعرفوا كمان كل لون شو بيميزه أكثر شيء، تعرفوا معلومات أكثر عن هذا النبات. صدف اللي كانت أول مشاركين معنا قالت أنه الجواب نبات الهيليون. رح ناخذ كمان اتصال ونشوف ونقول ألو. ألو. مين؟ فرح. فرح أهلا وسهلا، كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله فرح، زمان كتير مختفيين. اتفاق عنا خربان. أوكي خلص الحمد لله رجع التليفون. خبريني عرفتي الجواب؟ نبات الهيليون. حد ساعدك؟ لا. أكيد؟ أكيد. أوكي شكرا فرح. في حدا رح يشارك؟ لينا. أوكي. ألو. ألو. يا أهلا وسهلا، كيفك لينا؟ الحمد لله. الحمد لله، خبريني شو الجواب؟ نبات الهيليون. الهيليون صح؟ صح. شكرا لك لينا. حمزة رح يشارك؟ أوكي. حمزة. ألو. ألو ألو. يا حمزة. ألو. كيفك؟ الحمد لله. الحمد لله، خبرني شو جوابك؟ نبات الهيليون. كأنه لينا ساعدتك. أوكي شكرا لكم فرح حمزة ولينا، إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة. مين لسه من الأصدقاء رح يشاركونا؟ فكروا كتير منيح أصدقائي. شلي أنا وريمبو عم نستناكم. رناد ريتاج. مين كمان؟ في صديق كان عم يشاركنا نهار الأحد من السعودية عم يتواصل معنا. مين لسه كمان من الأصدقاء ممكن يشاركونا؟ أصدقائي أنا وريمبو عم نستنى مشاركاتكم من وين ما كنتوا عم تحكونا. فكروا كتير منيح. في كمان حبيب حليمة وفاطمة ما شاركونا لحد هلا، صار في اثنين سبقوكم حليمة وفاطمة. مين لسه من الأصدقاء ممكن يشاركوا؟ اتصال ومنقول ألو. ألو. فاطمة ولا حليمة؟ فاطمة. فاطمة أهلا وسهلا، كيفك اليوم؟ الحمد لله كيفك؟ أنا تمام. خبريني فاطمة، قدرتي تعرفي الجواب؟ نبات الهيليون. تعرفيه أنت لهذا النبات ولا لا؟ هي أخضر.
اوكي بتعرفيه باللون الاخضر. ايه. طيب حليمة رح تشارك؟ لا. اوكي شكرا لك فاطمة، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحة صديقتي. مين لسه من الاصدقاء ممكن يشاركونا؟ شاركونا مجموعة من الاصدقاء. فاطمة بتعرف هذا النبات باللون الاخضر، خبرتكم هو في كمان لونين غير الاخضر، في الابيض والارجواني. خبروني انتوا اصدقائي اذا بتعرفوا اسم هذا النبات او لا، شايفينه او لا، او شو اللون اللي انتوا متعودين تشوفوه مثلا او بتعرفوه عادة. مين لسه من الاصدقاء ممكن يشاركونا؟ فكروا كثير منيح اصدقائي، شاركونا صدف حليمة وفاطمة عفوا بدون حليمة، فرح لينا وحمزة. مين كمان من الاصدقاء؟ فكروا كثير منيح اصدقائي. كمان صديقتي روان اللي كانت تتواصل معنا بتوقع الاسبوع الماضي، انا ورينبو عم نستناكي روان. كل الاصدقاء اللي متعودين يحكوا معنا والاصدقاء الجداد كمان اللي عم يحضرونا، انا ورينبو عم نستنى مشاركاتكم. فكروا كثير منيح، كتفوا اتصالاتكم، خبروني شوي اذا بتعرفوا عن هاي النباتات من قبل. انا رح خبركم شويه معلومات كان مخبيها اللون الاصفر. بتقول هو نبات يشبه شكل الرمح، يزرع وينمو في التربة الرملية، يصل طوله ما يقارب 25 سنتيمتر خلال فترة 24 ساعة، وله عدة أنواع منها الأخضر والأبيض والأرجواني. يعتبر الأخضر الأكثر انتشاراً والأبيض هو الأصعب في الحصاد، بينما الأرجواني هو الأصغر حجماً ولكن طعمه أفضل من البقية. فكروا كتير منيح يا أصدقائي. فاطمة أنت خبرتيني أنك بتعرفي اللون الأخضر، إذا بتقدري تجربي الأرجواني لأن المعلومات اللي عندي بتقول أن الأرجواني أطيب من الأخضر والأبيض. للأسف أصدقائي بدأ العهد التنازلي الخاص بهذا السؤال وانتهى الوقت. سؤالنا كان بيقول ما اسم النبات الذي يشبه الرمح في شكله، والجواب أكيد صح نبات الهيليون. ألف مبروك أصدقائي، إجاباتكم كانت صحيحة. ورح نشوف رينبو شو مخبي كمان ونقول ابدأ يا رينبو. رينبو ستوب. رينبو أصدقائي وقف عند اللون البرتقالي، وهاللون بيقول عنصر كيميائي له الرمز HG وعدده الذري 80 في الجدول الدوري، وهو سائل فضي يتجمد بلون فضي مائل للزرقة، يشبه الرصاص في مظهره ويغلي عند درجة 356. عند إمرار شرارة كهربائية في بخار هذا العنصر ينبعث منه وميض مبهر وأشعة فوق بنفسجية. ما هو العنصر الكيميائي الذي يرمز له بالرمز HG؟ رح كرر عليكم أصدقائي سؤالنا بيقول عنصر كيميائي له الرمز HG وهو العدد الذري 80 في الجدول الدوري، وهو سائل فضي يتجمد بلون فضي مائل للزرقة، يشبه الرصاص في مظهره ويغلي عند الدرجة 356. عند إمرار شرارة كهربائية في بخار هذا العنصر ينبعث منه وميض مبهر وأشعة فوق بنفسجية. ما هو العنصر الكيميائي الذي يرمز له بالرمز HG؟ مين أول أصدقاء المشاركين معنا رح يكون يا ترى؟ كالعادة صدف، أو مو كالعادة، لا صدف تقريبا شتت يا ما بتكون أول أصدقاء المشاركين، عادة حليمة وفاطمة بيكونوا، كمان صديقنا حبيب اللي دايما بيشاركنا بيكون من أوائل الأصدقاء، كمان خالد. مين من الأصدقاء رح يعرف الجواب هيك أول شيء ويشاركنا؟ هذا العنصر على فكرة كتير مميز، فيه كتير من المميزات وأكيد كلكم بتعرفوه. رح ناخذ أول اتصال ونقول ألو. ألو صدف. مرحبا، أهلا وسهلا. أيوة. من جديد، خبريني صدف شو جوابك؟ زئبق. وأكيد؟ أكيد. شكرا لك يا صديقتي، شفتوا مثل ما توقعنا، صدف كانت أول الأصدقاء المشاركين معنا وقالت لي إنه الجواب الزئبق. يا ترى جواب صدف صح أو خطأ؟ ما بنعرف، لازم نستنى شوي لنهاية الوقت لحتى رينبو يخبرنا شو الجواب الصحيح. رح أرجع أذكركم أصدقائي إنه هذا العنصر كتير مميز وإله كتير من هيك المميزات، أكيد إذا حابين تقرأ عنه بتقدروا تسألوا جوجل. رح ناخذ اتصال جديد ونقول ألو. ألو. حليمة؟ فاطمة؟ لا فاطمة. فاطمة أهلا وسهلا، وين حليمة؟ نايمة؟ زئبق. لا شو؟ لا فاطمة أنت معي؟ إيه. أوكي خبريني شو جوابك؟ زئبق. أكيد؟ مليون أكيد. مليون شكرا لك فاطمة، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة يا صديقتي.
مين لسه من الأصدقاء ممكن يشاركونا؟ فكروا كتير 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 منيح أصدقائي وكتفوا اتصالاتكم. هو عنصر رمزه HG وعدده الذري 80 بالجدول الدوري. فكروا كتير منيح إذا ماخدين بالمدرسة كمان الجدول الدوري هيك بيكون مرسوم على شي صفحتين. حاولوا تفتحوا تشوفوا رقم 80 شو العنصر اللي بيحملوا. كتفوا اتصالاتكم. إذا ما كنتوا عارفين الجواب تقدر تسألوا الموجودين معكم. تقدروا كمان تسألوا جوجل يا ترى ما هو العنصر الكيميائي الذي رمزه HG وعدده الذري 80، وهو سائل فضي يتجمد بلون فضي ماء للزرقاء يشبه الرصاص في مظهره ويغلي عند الدرجة 356 عند إمرار شرارة كهربائية في بخار. هذا العنصر ينبعث منه وميض مبهر وأشعة فوق بنفسجية. في اتصال؟ في اتصال؟ شكله في اتصال. منقول ألو. ألو. أهلا فرح من جديد، خبريني شو جوابك؟ الزئبق. طيب أنت بتعرفيه ولا حدا ساعدك؟ لا أنا بعرفه. أكيد؟ أكيد. أوكي، مين كمان رح يشارك؟ ولا حد. أوكي شكرا لمشاركتك صديقتي فرح، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة. مين لسه من الأصدقاء رح يعرف الجواب؟ فرح قالت إنه ما حدا ساعدها، بتوقع كمان صدف ما حدا ساعدها. أنتوا كمان أصدقائي مو مشكلة إذا طلبتوا المساعدة، أهم شيء بعد ما تطلبوا المساعدة وتاخذوا الجواب وتتأكدوا إنه صحيح ما تنسوا أبدا، ما تنسوا هاي المعلومات كتير مهم وكتير حلو إنكم تكونوا بتعرفوها. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو. مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين معي؟ عذيبة. عذيبة أهلا وسهلا. أهلين. كيفك؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. خبريني يا صديقتي شو الجواب؟ الزئبق. أكيد. أكيد. شكرا عذيبة. لا. مين كمان رح شارك؟ ألا موزة؟ إيه. كيفك موزة؟ الزئبق. ها؟ الزئبق. يلا شو الجواب؟ الزئبق. شكرا موزة. مين كمان؟ الزئبق. مين كمان رح يشارك؟ سيف؟ ايه. كيفك؟ الحمد لله. الحمد لله. خبرني سيف شو الجواب؟ الزئبق. شكرا لك سيف. مين كمان؟ الو. سارة؟ ايه. اهلا وسهلا، كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله. انا تمام. خبريني سارة عرفتي الجواب؟ ايه. الزئبق. مساعدة ولا بدون؟ بدون مساعدة. اكيد؟ اكيد. يا سلام، شكرا لك سارة. مين كمان؟ الو. الو. مين معي؟ آمنة. اهلا وسهلا، كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله. خبريني آمنة شو الجواب؟ الزئبق. اكيد. اكيد. بتعرفي شو رمزه ولا لا؟ ايه. شو؟ HG. يا سلام عليكي، شكرا لك آمنة. مين كمان؟ يا سلام اصدقاء. ألو. المجتهدين. سعيد. ايه. اهلا وسهلا، كيفك؟ الحمد لله. الحمد لله. خبرني سعيد شو جوابك؟ الزئبق. كثير نحبك نعم. الو، في حدا كمان؟ شكلها خلصت الشلة. شكرا لكم أصدقائي. أنا وريمبو قدرنا ناخذ كل إجاباتكم. لا ما خلصت الشلة لسه، باقي هنية وأحمد. أنا وريمبو أكيد عم نستناكم، إذا هيك حبيتوا تتواصلوا معنا فكروا كتير منيح أصدقائي. باقي معنا شوية وقت، إذا بتقدر هيك بسرعة 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 تصلوا. للأسف بدأ العد التنازلي الخاص بهالسؤال يا أصدقائي، وراح ينتهي. وان انتهى الوقت. سؤالنا كان بيقول ما هو العنصر الكيميائي الذي يرمز له ب HG واكيد الجواب الزئبق. الف مبروك اصدقائي. ريمبو لسه مخبي معلومات بس بعد البريك. أنا أصدقائي لنكمل تحدياتنا لليوم. تذكر أنه كل المطلوب منكم تفكروا كتير منيح وتكثفوا اتصالاتكم وتشاركوني إجاباتكم. رح نشوف ريمبو شو مخبي كمان ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو أصدقائي وقف عند اللون الأحمر، وهاللون بيقول مخترع ألماني ولد عام 1398، قام بتطوير قوالب الحروف التي توضع بجوار بعضها البعض ثم يوضع فوقها الورق ويضغط عليه فتكون مطبوعة.
مطورا بذلك علم الطباعة الذي اخترع قبل ذلك في كوريا في سنة 1234 ميلادي، ويعتبر مخترع الطباعة حديثا. من هو المخترع الألماني الذي طور علم الطباعة؟ فكروا كثير منيح أصدقائي، رح أرجع أكرر عليكم سؤالنا. بيقول مخترع ألماني ولد عام 1398، قام بتطوير قوالب الحروف التي توضع بجوار بعضها البعض ثم يوضع فوقها الورق ويضغط عليه فتكون مطبوعة، مطورا بذلك علم الطباعة الذي اخترع قبل ذلك في كوريا سنة 1234 ويعتبر مخترع الطباعة الحديثة. من هو المخترع الألماني الذي طور علم الطباعة؟ فكروا كتير منيح أصدقائي. بما أنه عم نحكي عن الاختراعات والمخترعين، عادة هذا الموضوع اختصاص حليمة، بس حليمة ما بعرف وين اليوم. إن شاء الله تكوني منيحة ومو مشكلة، يعني حتى لو كانت نايمة أو طالعة أو ما عم تحضرنا، بس أهم شيء تكون منيحة. فكروا كتير منيح أصدقائي وكتبوا اتصالاتكم، شاركوني إجاباتكم، حاولوا هيك تعرفوا هذا الجواب. وبتوقع هو الاسم متداول كتير، مهم كتير، وأكيد كلنا لازم نعرفه. رح ناخد أول اتصال ونقول ألو. ألو. صدف، أهلا وسهلا من جديد. أهلا فيك. خبريني صدف شو الجواب. صدف. ألو. شو الجواب؟ يوهان غوتن. شكرا لك يا صديقتي يوهان غوتن بنك. يا ترى صح أو خطأ؟ فكروا كثير منيح أصدقائي وكتبوا اتصالاتكم. مين لسه من الأصدقاء ممكن يشاركونا؟ مين هيك رح يحاولوا يتذكروا ويسألوا جوجل من هو مخترع الطباعة؟ رح ناخذ كمان اتصال ونقول ألو. ألو. أهلا فاطمة، خبريني جون. شو؟ جون تيمبرغ. يوهان غوتنبرغ، صح؟ ايه. شكرا لك فاطمة. هو الاسم شوي صعب وفيه هيك كثير حروف مش لازم تكون جنب بعضها، بس مو مشكلة، نحن لازم نحفظ هذا الاسم. هو يمكن لأنه صعب وغريب بهيك بيرسخ بالمخ، بتحسوا إنه كثير صعب تنسوا هيك ترتيب للحروف. فكروا كثير منيح يا أصدقائي وكثفوا اتصالاتكم. صدف وفاطمة شاركونا وقالوا لي إنه جواب يوهان غوتنبرغ، يا ترى صح أو خطأ؟ نعرف. فكروا كتير منيح وكتفوا اتصالاتكم. هو مخترع الطباعة الحديثة، عالم ألماني، أو عفوا هو مو مخترع، هو مطور الطباعة الحديثة، لأنه هي تم اختراعها قبل يوهان. أوكي، تم اختراعها قبله بكوريا عام 1234 لما اخترعوا الطباعة. وهذا الشخص اللي أنا ما قلت اسمه أبداً، هذا الشخص حاول أنه يطور الطباعة، لهيك طورها بطريقة صارت تعرف بالطباعة الحديثة وصارت كتير مرتبطة باسمه. مين مخترع الطباعة الحديثة؟ صدف وفاطمة شاركونا، فكروا كتير منيح أصدقائي، وأنتوا كمان لسه عندكم فرصة تشاركونا. تذكروا أنه اليوم فرصتكم الأخيرة لتدخلوا معنا السحب نهار الخميس بعد بكرة، وتربحوا جائزة مقدمة من تلفزيون الفجيرة، هاتف هواوي نوفا 3i. مين من الأصدقاء ممكن هيك يفكروا كتير منيح يتصلوا فينا إذا ما كنتوا عارفين هذا الجواب؟ في عندكم فرصة تطلبوا المساعدة من الموجودين معكم أو حتى من جوجل. أصدقائي هو مخترع ألماني ولد عام 1398، قام بتطوير قوالب الحروف التي توضع بجوار بعضها البعض ثم يوضع فوقها الورق ويضغط عليه فتكون مطبوعة، مطورا بذلك علم الطباعة الذي اخترع قبل ذلك في كوريا سنة 1234 ميلادي ويعتبر مخترع الطباعة الحديثة. فكروا كتير منيح أصدقائي. الشلة فرح، لينا وحمزة كمان فكروا كتير منيح. رح ناخد اتصال ونقول ألو. 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 أهلا وسهلا حليمة، كيفك؟ الحمد لله، انت كيفك؟ الحمد لله تمام. خبريني صديقتي، قدرتي تعرفي شو الجواب؟ شو؟ يوهان تيمبرغ. غوتنبرغ صح؟ ايه. اسمه هيك مفركش. اوكي، حدا ساعدك ولا انت لحالك؟ لا لحالي. اوكي، شكرا لك حليمه، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه يا صديقتي. يا ترى مين لسه من الاصدقاء ممكن يشاركونا؟ فكروا كثير منيح. اتصال جديد ونقول الو. عذيبة؟ ايوه. اهلا وسهلا، خبريني شو جوابك؟ يوهان غوتنبرغ. شكرا لك. في حدا رح يشارك؟ شارك. يلا اوكي. الو. الو.
آمنة ولا سارة؟ سارة. أهلا وسهلا، خبريني يا سارة شو الجواب؟ يوهان غوتنبرغ. غوتنبرغ. شكرا سارة. مين كمان؟ ألو ألو. هلا آمنة صح؟ صح. أهلا وسهلا من جديد، خبريني آمنة شو الجواب؟ يوهان غوتنبرغ. شكرا إلك، مين كمان؟ يا أصدقائي. سيف؟ خبرني، فيك تخبرني الاسم بحماس ولا صعب؟ يا شكرا سيف، شوف بحماس ما بتبين الحروف. اوكي. سعيد. اهلا سعيد، قل لي شو جوابك؟ يوهان غوتنبرغ. شكرا سعيد. مين كمان؟ الا موزة؟ اهلا وسهلا موزة، قولي لي شو الجواب؟ ليتنا حطي اوك. شكرا موزة، مين كمان؟ مين كمان؟ مين معي؟ مين معي؟ بسرعة بسرعة، أنا بطلت أسمعكم، بس على الأغلب إني أخذت كل الشلة. شكرا لمشاركاتكم. انتهى الوقت أصدقائي الخاص بهذا السؤال. سؤالنا بيقول من هو المخترع الألماني الذي طور علم الطباعة؟ أكيد صح يوهان غوتنبرغ. شكرا لكل مشاركاتكم، كل إجاباتكم كانت صحيحة. رح نشوف ريمبو شو مخبي كمان ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. الرينبو عند أي لون وقف يا أصدقائي؟ الرينبو وقف عند اللون البنفسجي، وهاللون بيقول يعتبر أطول أنهار الصين وآسيا وثالث أطول أنهار العالم بعد نهر النيل في قارة أفريقيا ونهر الأمازون في قارة أمريكا الجنوبية، حيث يبلغ طوله حوالي 6300 كيلومتر. ينطلق النهر من جبال تونغولا في التبت ويصب في بحر الصين، يتفرع عنه حوالي 700 من الروافد أهمها من الجنوب رافد هو. رح أرجع أكرر عليكم أصدقائي، سؤالنا بيقول يعتبر أطول أنهار الصين وآسيا وثالث أطول أنهار العالم بعد نهر النيل في قارة أفريقيا ونهر الأمازون في قارة أمريكا الجنوبية، حيث يبلغ طوله حوالي 6300 كيلومتر. ينطلق النهر من جبال تونغولا في التبت ويصب في بحر الصين، يتفرع عنه حوالي 700 من الروافد أهمها من الجنوب رافد هو. ما اسم النهر الذي ينبع من جبال تونغولا في التبت بالصين؟ رح ناخذ أول اتصال ونقول ألو. ألو. أهلا صدف، خبريني شو الجواب؟ ماهركول. شو؟ ماهركول. أوكي شكرا إلك صدف. صدف أعطتني الجواب الجزء الأول. طبعا ريمبو هذا الأسبوع ببطولة صدف، على فكرة دايما عم تكون أول أصدقاء المشاركين. أنتوا كمان أصدقائي أكيد بتقدروا تشاركونا، فكروا كتير منيح وكتفوا اتصالاتكم، خبروني ما اسم النهر الذي ينبع من جبال تونغولا في التبت بالصين. فكروا كتير منيح يا أصدقائي، يعني صدف أعطتنا هيك جزء من الجواب، نهر كروز قالت، بس هو يسألوا جزء ثاني، مو مشكلة، فكروا كثير منيح، إذا حبيتوا تعطوني الجزء الأول أو الثاني أو الاثنين سوا، مو مشكلة، المهم تشاركونا. رح ناخذ اتصال ونقول ألو. ألو. حليمة؟ إيه. أوكي، خبريني عرفتي الجواب؟ يانغستي. أكيد. أكيد. أوكي، شكراً إلك حليمة. فاطمة رح تشارك؟ إيه. يلا تمام. ألو. أهلا فاطمة، خبريني شو الجواب؟ نهر اليانغستي. شكرا لكم صديقاتي، يعني صدف وحليمة وفاطمة كملوا بعضهم، صدف أعطتنا جزء وحليمة وفاطمة أعطونا جزء. فكروا كثير منيح أصدقائي وركزوا بمشاركات باقي الأصدقاء لحتى يساعدوكم هيك يغششوكم شوي ويخبروكم شو الإجابات، مع إنه أنا ما بعرف إذا جوابهم صح أو خطأ، يعني هيك صار عندنا. صدف أعطتنا جواب، حليمة وفاطمة أعطونا جواب، مين لسه من الأصدقاء ممكن يجاوبونا عنا الشلة؟ عندنا كمان فرح ولينا وحمزة اللي كانوا عم شاركونا اليوم، رح ناخذ اتصال ونقول الو. الو. اهلا عذيبه. اهلا، خبريني شو يانغستي؟ صح. ايوه. شكرا عذيبه. مين كمان؟ الو. مين؟ سيف. سيف اهلا وسهلا، اللي شو الجواب؟ اليانغستي. نعم اليانغستي. اليانغستي، شكرا سيف. مين كمان؟
اوكي. اي الو. ايوه استحي تقلي شو الجواب. شو؟ لو ليانج ستي. اكيد. الو الو. سارة. ايوه. اهلا وسهلا، قلي لي شو الجواب. نهر ليانج ستي. مساعدة ولا بدون؟ مساعدة. اوكي شكرا لك سارة. مين كمان؟ الو. آمنة. ايوه خبريني آمنة شو الجواب. دخل يانج ستي كمان مساعدة صح؟ ايوه. طب مين ساعدكم، جوجل ولا عذيبة؟ عذيبة. اوكي شكرا لعذيبة وشكرا لكم اصدقائي. موزة. موزة معي. موزة. الو. ايوه خبريني شو الجواب. يانج ستي. شكرا لك موزة. باقي حدا؟ خلاص. خلاص اوكي. أيوة. شكرا لكم اصدقائي، ان شاء الله تكون اجاباتكم صحيحه. نهر اليانغستي، يا ترى صح او خطا هي الاجابات؟ ما بنعرف، لازم نستنى، باقي معنا شويه وقت. بتقدروا خلال هذا الوقت تروحوا بسرعه 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 على التليفون تتصلوا فينا وتخبرونا ما هو اطول ثالث نهر في العالم، ينبع من جبال تنغولا في التبت بالصين. فكروا كثير منيح اصدقائي، عندنا أول وأطول نهر بالعالم نهر النيل الموجود بقارة أفريقيا، الثاني أطول نهر بالعالم نهر الأمازون الموجود بقارة أمريكا الجنوبية، أما ثالث أطول نهر بالعالم وهو سؤالنا عنه لليوم هو ثالث أطول نهر وينبع من جبال تنغولا في التبت بالصين. يعني أغلب الأصدقاء أو كلهم تقريبا شاركونا أنه نهر اسمه اليانغستي، وفي كمان صديقتنا صدف قالت لنا أنه نهر اسمه كروز. ما بنعرف صدف صح ولا باقي الأصدقاء صح ولا الاثنين صح. فكروا كتير منيح أصدقائي، لسه معنا ما يقارب الدقيقة الواحدة. فكروا كتير منيح وكتبوا اتصالاتكم، شاركوني إجاباتكم لحتى يكون عندكم فرصة أكبر تدخلوا معنا السحب نهار الخميس بعد بكرة. لا تنسوا كمان أنه هي فرصتكم الأخيرة. هذا السؤال وآخر سؤال لليوم اللي مخبلنا يا ريمبو، فكروا كتير منيح ليكون عندكم فرصة تربحوا معنا هاتف هواوي نوفا 3 اي. مين من الأصدقاء رح يجاوبوا؟ يلا يا أصدقائي باقي معنا شوية وقت، يعني اسألوا الموجودين معكم أو حتى اسألوا جوجل اللي أكيد مثل ما بخبركم دايما رح يعطيكم كتير معلومات عن هذا السؤال، كتير معلومات عن هذا النهر، رح تشوفوا صور فيديوهات وبتخيل إنه النهر كتير 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 حلو. فكروا كتير منيح أصدقائي، للأسف بدأ العد التنازلي الخاص بهذا السؤال ورح ينتهي الوقت. انتهى الوقت. سؤالنا بيقول ما اسم النهر الذي ينبع من جبال تنغولا في التبت بالصين؟ والجواب نهر كروز اليانغستي. ألف مبروك صدف وكل الأصدقاء اللي شاركونا، كل إجاباتكم كانت صحيحة. أصدقائي ريمبو لسه مخبي معلومة وحدة بس بعد البريك. ورجعنا لكم اصدقائي لنكمل تحدياتنا، رح نشوف ريمبو شو مخبي ونقول ابدا يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو اصدقائي وقف عند اللون البرتقالي وهاللون بيقول هي احدى قارات العالم السبعة، عاصمتها كانبيرا، تقع جغرافيا في الجهة الجنوبية الشرقية من قارة آسيا وتحديدا في الجهة الغربية من المحيط الهادئ، يحدها من الجهات الأربعة عددا من البحار والمضائق والممرات، أحدها من جهة الجنوب الغربي هو المحيط الهندي. ما هي القارة التي عاصمتها كانبيرا؟ رح ناخذ أول اتصال ونقول ألو. ألو. مرحبا، مين معي؟ خالد. أهلا وسهلا خالد، كيفك اليوم؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. خبرني خالد شو الجواب؟ قارة استراليا. شكرا لك صديقي، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة. مين لسه من الأصدقاء رح يشاركوا اتصال جديد ونقول ألو؟ ألو. حليمة؟ إيه. أهلا وسهلا، إلي لي شو جوابك؟ قارة استراليا. أكيد صح؟ أكيد. شكرا لك حليمة. فاطمة رح تشارك؟ يلا باي اند جود نايت. باي اند جود نايت. فاطمة. الو. أيوة خبريني شو الجواب. قارة استراليا صح؟ ايه. شكرا لك يا فاطمة، باي.
شكرا لمشاركاتكم صديقاتي حليمة وفاطمة. مين لسه من الأصدقاء ممكن يشاركونا؟ فكروا كتير منيح أصدقائي. على فكرة هاي القارة تقريبا هي من آخر القارات اللي اكتشفوها. فكروا كتير منيح وكتفوا اتصالاتكم، شاركوني إجاباتكم وخبروني شو هي القارة اللي بحدها من أربع جهات البحار والمضائق، وفي كمان من الجهة الجنوب الغربي محيط الهندي. يعني إذا في قدامكم هيك كرة أرضية أو خريطة للعالم، شوف وين المحيط الهندي؟ الجنوب الغربي هون لازم يكون، ايه هي بتكون هون جنبه. فكروا كتير منيح أصدقائي، هي القارة بحدها من الأربع جهات البحار. مين لسه من الأصدقاء ممكن يشاركونا؟ معنا اتصال ولا ما معنا اتصال؟ يلا يا أصدقائي، معنا اتصال ولا ما معنا اتصال؟ لازم تكون هاي المعلومات على فكرة أنتم ماخذينها بالمدرسة، يعني تعرفوها متأكدين منها. رح ناخذ اتصال ونقول ألو. ألو، مرحبا، مين معي؟ جلنار. أهلا جلنار، كيفك؟ منيحة الحمد لله. خبريني شو جوابك؟ قارة استراليا. صح. حدا ساعدك؟ لا. أكيد؟ نعم. يا سلام، شكرا لك جلنار، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه يا صديقتي. مين لسه من الاصدقاء بيشاركونا؟ فكروا اصدقائي، تذكروا انه هي فرصتكم الاخيره لحتى تدخلوا معنا السحب نهار الخميس وتكونوا نجوم الاسبوع من بين الرابحين، تربحوا هاتف هواوي نوفا 3 اي مقدم من تلفزيون الفجيره. مين راح يكون نجم الاسبوع؟ مين راح يربح معنا اتصال جديد؟ ونقول الو. الو، مرحبا، مين معي؟ رناد سالم. اهلا وسهلا رناد، كيفك اليوم؟ الحمد لله. كنتي نايمه؟ لا. ليش تاخرتي؟ شكرا رناد على اتصالك، بكل الاحوال حتى لو متاخر خبريني قدرتي تعرفي الجواب؟ ايه. شو؟ استراليا. ماما ساعدتك؟ استراليا. ماما ساعدتك؟ ايه. الله يحفظها. رناد في حدا رح يشارك؟ رتاج. اوكي. الو، اهلا رتاج، كيفك؟ الحمد لله. الحمد لله، خبريني شو الجواب؟ قارة استراليا. اكيد؟ اكيد. شكرا لكم رناد ورتاج، ان شاء الله تكون اجاباتكم صحيحة يا صديقاتي. رتاج رتاج، ليش أنا مصرة أقول لك رتاج؟ رتاج، شكرا لمشاركاتكم. مين لسه من الأصدقاء ممكن يشاركونا؟ فكروا كتير منيح. معنا اتصال، معنا اتصال، في ولا ما في؟ يلا يا أصدقائي كثفوا اتصالاتكم. هي أحدى قارات العالم السبعة، عاصمتها كانبيرا، تقع جغرافيا في الجهة الجنوبية الشرقية من قارة آسيا وتحديدا في الجهة الغربية من المحيط الهادئ، يحدها من الجهات الأربعة عددا من البحار والمضائق والممرات، أحدها من جهة الجنوب الغربي هو المحيط الهندي. ما هي القارة التي عاصمتها كانبيرا؟ وعلى فكرة يا أصدقاء إذا فكرتوا تروحوا لهنيك، هي من أطول الرحلات الجوية اللي ممكن تروحوها بكل حياتكم. فكروا كتير منيح وكتفوا اتصالاتكم. شو اسمه هالمكان اللي كتير بعيد، المكان اللي بيشبه الجزيرة، وهالمكان اللي يعتبر تقريبا من آخر الأماكن اللي اكتشفها الإنسان؟ مين لسه من الأصدقاء ممكن يشاركونا اتصال ونقول ألو. ألو ألو ألو، للأسف انقطع الاتصال. صديقي أو صديقتي اللي كنتوا عم تجربوا تتواصلوا معنا، بسرعة بسرعة رجعوا تواصلوا معنا، لأنه على الأغلب بدأ ينتهي الوقت أو وصلنا هيك للنهايات. فكروا كتير منيح، كتفوا اتصالاتكم، تذكروا أنه هاي فرصتكم الأخيرة لحتى تدخلوا معنا السحب نهار الخميس وتكونوا نجوم الأسبوع ومن بين الرابحين. يلا يا أصدقائي، يا ترى رناد وريتاج رح يكونوا آخر الأصدقاء المشاركين معنا لليوم، ولا في حدا هيك بسرعة بسرعة؟ رتاج رتاج رتاج، بدأ العد التنازلي للأسف أصدقائي. 4 3 2 1، للأسف انتهى الوقت. سؤالنا كان بيقول ما هي القارة التي عاصمتها كانبيرا، والجواب أكيد صح أستراليا. ألف مبروك لكل اللي شاركونا، للأسف مشوارنا معكم بينتهي هون. هلأ صارت لكم باي باي.